أربعة، الهندسة السياسية، كيف بدأت اليابان العمل بعد يوم واحد من الهزيمة؟ اليابان في الحرب العالمية الثانية اتهزمت. طبعا لو حد شاف اليابان وهزيمتها وهيروشيما وناجازاكي وتقول لي بقى عنده أمل إن ينجح اليابان، أقول لك ده واهم. اللي يشوف قدامه كده شكل القنبلة النووية ويسمع عن ربع مليون ماتوا في أول كام ساعة وربع مليون جثة في أول كام ساعة، يقول لك لأ، إحنا مش ممكن البلد ديت أصلا تشوف أي مستقبل، وإن خلاص مستقبلها وراها واليابان خارج التاريخ. إنما كان في يابانيين مخلصين قبل شهور من الهزيمة شايفين بلدهم ممكن تتهزم، فجهزوا نفسهم لما بعد الهزيمة، إزاي ينقلوا اليابان من الوضع الهزيمة المخزي والمؤلم إلى وضع ممتاز، واشتغلوا بقوة على ذلك. منهم اتنين من المسؤولين يابانيين كانوا في الصين، أول ما الهزيمة حصلت رجعوا على اليابان. مش الهزيمة حصلت هما أصلا بره يكملوا بره، أو حصلت اللي جوه يهربوا بره، لا، إنما اللي بره رجعوا جوه، رجعوا البلد علشان ينقذوا اليابان من هزيمة الحرب العالمية الثانية والقنبلتين النوويتين. والمسؤولين دول اللي جم من بره مع اللي قاعدين في اليابان عملوا خريطة الطريق، وبعدين شركات كبرى أبدعت في هذا الإطار، من هوندا لسوني الباناسونيك، كل هذه الشركات شاركت في إعادة الأمل إلى اليابان.